ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. شو تغيروا ناسك؟ ليش هيك فيك صار؟ اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك؟ شو تغيروا عشق وغرام الكل؟ منك ما رح منفل، حبك خلص الكلام. يا أرض السلام، معلش لك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر دقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. شو البراغي؟ نحلو براغي ركبي على شوفتك، وبدي تشد بدلي اياه. نحلى صبحي بغرفته؟ بتعرف شو حلمي يصير بس اكبر؟ صبحي ولك ان شاء الله بيروح راسي بسيارة مفخخة على قد ما بتحبه وبتسأل عني. نحلى انا ما معي وقت، وينه؟ طلع. طيب ماشي شكرا. استنى 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 استنى، على شو مطلع؟ نحلى قلت لك ما معي وقت. ما بأخرك، استشارة فلمية صغيرة. تفضلي. هلا انت وصبحي مو بتشتغلوا بالفقش والدندنه؟ مزيكاتيه يعني؟ مزيكاتيه؟ وانا اكتشفت انه عندي موهبه الغناء، طلع صوتي يا رب العزه شي حلو على كيفك، بيشبه صوت شمس الغنيه. سمعها؟ اسمع. ناطره وصار اليوم عم برسم صوري وأعطيها أسامي تأمحي الضجر. يا ضجر يا ليل يا ليل يا ليل، يا لوحدك ناطر معي مثلك أنا لك
احزرني القمر يا قمر. والله لجيبك زاحف على رجلي. ايه شلون يعني بدك مليونين بهالسرعة؟ ايه شو شايفني قاعدة على بنك انا؟ يا اخي بعرف انه دوري بالجمعية محرز، بس كمان مو معقول تطلع لي بخازوق من تحت الارض هيك على غفلة. خلاص خلاص روّي روّي عمي روّي، رح دبر لك المصاري لا تزعل، بس الدور اللي إلي وعك تبيعه بتبعك والله. ماشي الله معك. شي منين بدنا نجيب مليونين؟ إيه كم زبون بدنا؟ العمى كيف لقيت لي الإقامة عنا؟ لا تقول لي خمس نجوم، نحن هيك على طول منحب نكرم الضيف على 24. هلا يا حبيبي بدك تسمعني مثل الطالب الشطور باسم اسماء القيادات اللي كنت تتعامل معهم واحد واحد. يلا اشوف المجريفون معك. الحمد لله على السلامة مامي. الله يسلمك كثير. انا انبسطت انبسطت. هاتي عمك وانا اشتقت لك كثير يا حبيبتي. انت صحيح مامي جبتي لي برفيوم معك؟ طبعا يا بيبي، ليش انا بقدر اتاخر عنك انت؟ شو بك مامي؟ ليه هيك عم تطلعي فيني؟ شو بك مامي؟ في شي على رقبتي؟ لا ابدا ما في شي. شلون يعني بدك تفعل الحساب؟ الشغل أبيض بأبيض، مو هي كلمتك؟ عم نقول لك ضروري، لو ماني ملحوقة ما بطلب. أيوة أنا كمان ملحوق، ما معي، لو في ما بيغلو عليكي. هلا هيك صاري ما رح يوصل البلة دقنا. شكلك هيك حابب تنام على الطاولة. هموم مو علي هدول، تسمين الحكي هذا بلا دافنينه سوا أنا وياكي. إيه تصطفي استعنى عشاب الله. الله معي. إيه مثل ما قلت لك بدنا نبيع بسرعة حتى لو بنص حقها. بقصد ما ترخي بدا.
ماشي اتفقنا. يلا سلام. لتزبط البيعة بتكون تفتحوا عيونكم كتير منيح، عين على هالختيار وعين لبرا، وأي شي بيصير معكم بتخبروني. أكل معلم. مين عم يدق على الأرض هلا؟ هدول أصحاب الفيلا بتصلوا كل يوم بهالوقت ليطمنوا، إذا ما رديت بدي شغل بالهم، يمكن يشكوا إذا صار شيها. اسمعوا ترد عليهم نظامي وبتحكي معهم مثل كل يوم، واي كلمه برا الطريق ما راح تلحقتهم الثاني، عم تفهم؟ بس بعد تنبوس شوي لاعرف احكي. الو اهلين يا بيك. ما في شيء، بس كنت عم بشتغل برا لهيك طولت لرديت. كله تمام على حطت ايدك. تامر الله خلينا اياك. الله معك، مع السلامة يا بيك. جدع يا ابو وليد، هيك بدي اياك. بس الله يصلحك، كنت سلم لنا عليهم. ايه ياسمين، طمنيني كيف الشغل؟ ماشي حبيبتي. بشوفك بالكافيه. فيني افهم ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ابدا، بس كأنه كتران القرص والناموس ببيروت. هلأ شو بدك؟ ما في شي، بس البنت جهزت الأكل إذا بتحبي تاكلي. ما بدي أكل، طلعي وتركيني بحالي. براحتك. عندي خبر بشرح الصدر يا شباب. قدرنا بعون الله انه نسرب معلومات للامن عن تواجدنا بمكان محدد. ما بقدر اقول لكم وين هذا المكان لنطلع. بس الخبر السام انه هذا المكان رح يكون كمين لاكبر واخطر اعدائنا. المقدم الزنديق رافع. ان شاء الله نهايته رح تكون على ايدينا. مستعدين؟ تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! يلا جهزوا حالكم، رح نطلع فورا. يلا يا شباب. أبو عبد الله بدي أقول لك شغلة مهمة. قول أبو أنس. حاسس حالي مريض و خايف إذا رحت معكم ما أقدر أقوم بالواجب. ارتاح انت، ما في مشكلة. يا ريت لو قدران اطلع معكم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خيرها بغيرها. قلبي مو مرتاح لك يا مالك، شكله وراك شي. أعزائي المشاهدين، في بثنا المباشر ومن مرفأ اللاذقيين نلتقي رجل الأعمال المعروف السيد كمال محسن. سيد كمال أهلا وسهلا فيك، يا ريت توضح للسادة المشاهدين شو عم تعمل اليوم بمرفأ اللاذقيين. يا سيدتي، بالبداية بحب قدم تحية إجلال وإكبار إلى الجيش العربي السوري البطل اللي عم يدافع عن هذا البلد. يا سيدتي، المؤامرة الكونية القذرة اللي عم تتعرض لها بلدنا، ما في أي بلد في العالم ممكن أنه يصمد أمامها هذا الصمود الأسطوري. نحن عم نخوض حرب بشعة وكبيرة ضد الإرهاب، وبإذن الله لن نركع، لن نركع ونحن المنتصرين. سوريا قوية بولادها، والدليل أن اليوم ورغم الحصار الاقتصادي الخانق والعقوبات الدولية الجائرة قدرنا ندخل مادة الفيول. نعم، مادة الفيول وبكميات كبيرة، مشان أولادنا وفلاحينا وعمالنا وكل مواطن سوري يستخدم هالمادة هاي لتعزيز صمود الوطن. وأنا بدي أقول لكل شخص ناوي الشر لهذا البلد، خسئت. أجل خسئت وشلت يداك. سوريا أقوى وأمنع منك، ونصرنا قريب بإذن الله.
شكرا لمحطتكم اللي عم تنقل هموم الناس بكل صدق وامانه. سيد كمال شكرا جزيلا على الجهود الكبيره اللي عم بتقوموا فيها. اهلا وسهلا. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم. اهلا وسهلا. معك. كله تمام معلم. اسمع، كونتينر الكحول والدخان والدواء وكونتينر المعلوم بتمشون على الشام بأقصى سرعة، وبالنسبة لمادة الفيول على مهلكم، ما في مشكلة. صار معلم. لك اخي ابو البراق، شغلتنا كلها مانا محرزه، ساعه زمان استلام وتسليم البضاعه ونحمل حالنا منتيسر، يعني انتو وجودكم ما يستحياطي. مرافقه يعني؟ لك هيك شيء. شو قلت لي البضاعه اللي رايح تستلمها؟ كم سياره وكم شاشه وشويه كراتين. حلو، والله رزق محرزه، حلال عليك عمي، بتستاهل. يعني نحن بدنا من الجمل ادنه، يعني سيارة وشاشتين وهيك شي 200,000. يحرق حريشك، بدك تكرتني على البلوعة؟ كتير هيك؟ لك انت طالعة معك مجموعة مسلحة ليدحر اي خطر محدق، بعدين اذا حدا حاول يلعب معك منفعسه فعس منساويه مع سطح الارض، ومستكتر علينا مصروف جيب. بوكيت ماني، بوكيت ماني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، المشكلة انك موان، كحل العين بيرخص لك. هي المصاري وسخ الدنيا، المهم الاخلاق والسمعه الطيبه. انا ليش بحبك؟ لانك ما بتحكي الا دوز دغري. دخيل ربك، راح خرطش لك تليفون مشان ناكد الموعد. ماشي يا عمي. السلام عليكم. الله معك والقلب داعي لك. حللت اهلا ووطئت سهلا. شو جايب معك؟ مش بعطيه صوت معلم. فوتهم حطهم جوا. بأمرك. الله يبعث الخير. بترنا بالبلد بعدين بقول لك وين تروح. امرك معلم. لك يا رفيق، انت متاكد من الاخباريه؟ لك ماني شايف حدا هون. طبعا سيدي، المعلومات اجتنا من مصدر موثوق ومن بيناتهم.
كمان ولك هذا كمين يا زكي. مقدم رافع لا تفكر تخاوم، نحن محاطين المكان من كل جهه. سلم سلاحك انت وجالك، سلم احسن ما اطلع جيبك بايدي. رفيق قرب لي شوي شوي على الشباك وشوف لي وين واقفين بالضبط. سيدي يبدو شايفيننا وشكلهم منتشرين كثير منيح. عمليات عمليات حول، عمليات عمليات حول. طلع يا زنديق، هاد يومك اليوم، حق عليك القصاص انت واللي معك. اطلع سلم حالك، ما في مهرب. سيدي معقول تكون نهايتنا هون على ايد هالاندال؟ شباب مين البطل بده يتبرع ويطلع لبرا ويستكشف لنا الاوضاع؟ انا يا سيدي. هذا يا سيدي. انا سيدي. انا سيدي. فواز اطلع. تسلم ايدك يا خالد. بعون الله تم دعس اول كلب بيناتهم والباقي على الطريق. شدوا حمتكم يا رجال. اسمعوني منيح يا شباب، اذا الله كاتب لنا نستشهد فلا اعتراض على حكمه، واذا بدنا نموت خلونا نموت ونحن واقفين ونحن رجال، كل واحد من عنا بعشره من عندهم، والطلعة الأخيرة لازم تكون من عنا، مفهوم؟ ايه حبيبي. ألو كيفك حبيبتي؟ رافع ما عم بسمعك، ليش عم تحكي بصوت واطي؟ أنا بالشغل. وين أمار؟ ليك جنبي. أعطيني إياها. حبيبي حاسستك مو طبيعي، فيك شي؟ لا لا ما فيني شي، أعطيني البنت. طيب ماشي. أمورة حبيبتي تحكي مع البابا. ألو بابا. يا روح بابا بتحبيني؟ إيه. شوي ولا كتير؟ كتير. وأنا بحبك كتير. ليكي بابا بدي اياكي تكبري وتصيري بنت شطوره وتتذكري قديش بابا رافع بحبك. ايه بابا حجيب لي كيس البومبو بالسجل. طبعا بابا طبعا مثل العاده. اعطيني ماما وينها. ماشي. ايه حبيبي. منى اذا ما رجعت بدي اياكي تديري بالك على حالك وعلى البنت منيح، وبدي اياكي تحكي لها عني قديش انا بحبها. منى أنا بحياتي ما حبيت حدا غيري. رافع شو في؟ أنت وين؟ ألو ألو. عمليات 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 عمليات. سيدي ما حدا عم يرد. خلص لا بقى تحكي مع حدا، اسمعني منيح. رح أطلع لبرا أنا وحاول فجر فيهم قد ما فيني لحتى أفتح لكم ممر وتهربوا، بس تسمع صوت الانفجار تنفذوا برواحكم، فهمت؟ سيدي بوس ايدك، اي واحد فينا الا انت. رفيق انا ما بفرق عن اي واحد فيكم، اصلا هن بدهم راسي، واذا طلعت لهم رح يلتهوا فيني مثل ما نبهتكم. ها بس تسمعوا صوت الانفجار بتنفذوا فورا. يا سيدي. رفيق نفذ. حاضر. دعيلي. الله يحميك. حاجك بدراسك مثل هردون، هاد كله ما رح يفيدك. اطلع لهون ولا تعاند، قلت لك هاد يومك. رافع انا بعرفك منيح وبعرف قديش صرت عاتل منا، يا ما قلت لك سلم حالك، يا ما قلت لك انشاك وانضم لصفوفنا وانت ما ردت.
لذلك حق عليك القصاص. أبو عبد الله، أنا رح أطلع وسلم حالي، بس بدك تعطيني الأمان. أنا ما بعطيك شيء. سلم حالك في محكمة بتمت بأمرك. أخيراً وحدي يا ضال. ربي من عالي سما يحرق قلبه يلي عمل هالعبلة، مثل ما حرق قلبي. لك حرق قلبي، الله لا يوفق. إلهي ينفجها بأقرب ناس له. قادر يا كريم، آدم. لك أكيد اللي حارق المحل واحد مجرم. سامر، تعال عندي لشوف. الشرطة بدهم هويات كل اللي بيشتغلوا عند الحجي، فجيب لي هويتك مشان ياخذوا البيانات. بس أنا ما معي هوية. وينها؟ ضاعت. يعني خفت روح أقدم أو خبر أو هيك يفكروني لا سمح الله بطلع مظاهرات أو كاسرة أو رامية بشئرني. ولك أنت مجنون؟ انت كيف تسكت عن هيك قصة؟ ما بتعرف وضع البلد؟ ولك كيف عم تبرع على الحواجز؟ مزبوط مزبوط، معك حق. انا بتحايل محايلي على القصة، بفوت بالحارات مشان ما امرق على حاجز، بس لازم روح وخبر، يعني بيطلعوا لي بدل ضايع عنا. لكان بكره جيب لي دفتر العيلة او بطاقة الجامعة او اي شيء يثبت شخصيتك مشان اقدمها للشرطة. ماشي ماشي. عم والله حويلتها تنباع. شو ها؟ مو على اساس حجي؟ خسارتنا كبيرة يا شباب. ثلاث شهداء والرابع هو المقدم رافع. شو بدنا نقول لأهله؟ شلون بدنا نخبرهم؟ ما عم صدق إنه المقدم رافع راح.
أهلين بالأبطال. واحد مثلك بيروح ولعك. الله محييكم. الشباب. ضياء ضياء سلام يا سيدي. انت شو عم تساوي؟ كيف عم تمرق سيارات بدون تفتيش؟ عم فتش السيارات يا سيدي. كيف عم تفتش وانت شارد صار لك ساعه عم تمرق سيارات بدون تفتيش؟ بركي مرقت لك شي سياره مفخخه او فيها شيء. بتعرف شو ممكن يصير؟ هذا الشيء ما عاد يتكرر. ارجع على شغلك فتح عيونك منيح. حاضر سيدي. فعلا مثل ما بيقولوا الحامي الله. سيدي والله رح اعرف كيف نفت منهم وانت محاوط من الاربع جهات. تذكر يا رفيق انه دائما في شيء اسمه الخطه البديله، مثل ما بيقولوا للاجانب البلان بي. كيف يعني؟ رح اقول لك يا ابنائي. نحن اليوم طالعين مداهمه كبيره، وانتم رح تكون فريق الاحتياط تبع هي المداهمه اللي ما حدا بيعرف فيه. بتضلوا ورانا من بعيد لبعيد وما بتقطحوا معنا، بس إذا تعرضنا لخطر أو لأي كمين أنتوا الوحيدين اللي رح تطالعونا منا. مفهوم؟ مفهوم سيدي. ورح نتفق على إشارة ما حدا بيعرفها غير أنا وأنتوا. هاي هي الإشارة، بس تشوفوها تهجموا يا قاتل يا مقتول. علم؟ علم سيدي. والله العظيم انت احلى وانضف مخ يا سيدي، اليوم نفتنا كلياتنا من الموت. بدون حمام ودعك. تسلمي كلك ذوق. عن جد انت قريبه على القلب. من اول ما شفتك ارتحت لك. تسلمي لي يا رب. شو رايك نطلع لنا مشوار شي يوم؟ بتحبي الارجيله؟ لا والله ما بارجل. يا بلا، اصلا الارجيله مضره للصحه. بركي شي يوم نتفتل بالسوق نتسلى لنا شوي، شو رايك؟
والله بهالأوضاع صعب أطلع، يعني شايفة كيف الوضع أنت؟ الحمايك بهالوضع ما بينطلع بنوم، أحسن شيء الواحد تضل بالبيت. على كل حال أنت معزومة لعندي على البيت إمتى ما بدك. إن شاء الله. يا خسارة، بس لساتك صغيرة وبتنباعي فرد بهديك الحسبة. على المشفى الميداني صاروا الشهداء صفوان على اليد. فتح هذا الروح جربوه. نقص اشتقت لك يا كلب. لك وانا اشتقت لك يا معلمي. وينك لك أبو معمول؟ صرت مغير راس مرتين، وينك هلا؟ طول بالك علي شوي أبو معتصم، الله يخليك إياك. حقيقة كنت عم بيع عفش بيتي. لا تقولها يا زلمة، بعت عفش البيت؟ ما ضل معي مصاري مشان طلعت مأمول، لذلك اضطريت بيع عفش بيتي كله. حقيقة أنا ما كنت عم كذب عليك، وقت اللي قلت لك حتى لو اضطريت بيع عفشي وتيابي لحتى أمن لك المبلغ. وهي المبلغ اللي قلت لك إياه. والله كركاتني كرتا قسم بالله العظيم، والله ما عرف انت بتحكي معه. لك شلون كنت بروح لكم هلا؟ شلون كنت تعيشوا؟ الله ما بينسى حدا. وبالنسبه لمأمون ما
وقفت وضلت مثل ما هي. أنا بالنسبة إلي بعيش على فرشة صغيرة ما كتير فارقة معي. أبو معتصم، أنا عم بفدي ابني من حرمالي، واللي إله معي شي يجي ياخذه. أشهد أن لا إله إلا الله. والله شلمتني شلم. والله بهم. يا شو تشرب؟ يا كاوة! شو تشرب؟ قهوة. لا لا لا، خذ زورات بعدين مش قهوة. مو مش لا كاوة، حساب عليك. خلص خلص خليها معتصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جروح، انت من يوم يومك ندل وواطي، البحر قد ما هو كبير انت فينك توسخه. من لما كنت تشتغل عندي على عربية البندورة كنت تسرق من الغلة، وانا كنت شايفك لا بس تركتك لاشوف اخرتها معك. كنت اسرق لما اقدر نعيش، الفقر كان عمينا عمي. حتى لما رحت واشتغلت بأوكرانيا ورجعت غني ضليت مثل ما انت. انا شايفك وافرق، عم بسمع عنك، عم شوف كذبك على التلفزيون. انا اكتر واحد بعرفك لا جربوع. انا ما نسيتك، السنين عم بترجاك تيجي تشتغل معي وانت ما عم تقبل. انا راحت علي خلاص، عجزت، ما بدي شي بقى من هالدنيا. قعدت هي على هالصخرة بتسوى الدنيا وما فيها. يعني ما في أمل؟ اللقص يجي يشتغل معي. قصدك اشتغل عندك؟ لا ما في أمل. أنا هي آخرتي، شوفت عينك. وأنت مهما كبرت مهما غنيت كنت عندي جربوع وبدك تضل جربوع. أحبها واسمها شأن.